في مساكن جزيرة بطران في رود الفرج قدام بلوك 13، سمعت عنه من المتابعين أكلة عدنان، وقالوا لي عدنان لازم تروح تجرب الشيف هشام وتشوف المكرونة والبانيه اللي بيعملها. أي حد ممكن يعمل مكرونة وبانيه، بس طعمها عند الشيف هشام مختلف، بل بالعكس اختراع عالمي. الشيف هشام بيبيع طبق المكرونة بالبانيه ب15 جنيه ومع المخلل بتاعها بتنجان أو بطاطس مهروسة أو حتى طماطم، وعنده السجق بيجيبه من عند الجزار. وبصراحة أنا انبهرت جدا لما لقيت الطعم بتاعها حكاية، سعر الطبق دون برضو ب15 جنيه. شيف هشام كان شغال في الميريديان وسابه لأسباب شخصية، وبعد كده اتجه للمشروع دون وقال أنا أبتدي حياتي من أول وجديد واخد النقطة وابتديها من أول السطر. الشيف هشام عنده رغيف البانيه ب20 جنيه نصين، وبيديك المخللات اللي نفسك فيها وتاخدها مجانا. الشيف هشام بيفتح كل يوم من الساعة 12 الظهر للساعة 12 بالليل. أنا بصراحة شفت البتنجان لقيته يفتح النفس، فقلت أخده مع سندويتش البانيه وأكله أنا وعمر. شكرا يا شيف هشام، طعم حكاية، وبقول لكل الناس المحترمين المتابعين يروحوا يجربوا الشيف هشام، هيعجبهم الأكل بتاعه.